برحب بكم مشاهدينا مره ثانيه، برحب بحضراتكم. طبعا الدوله يعني بتتوجه بشكل كبير جدا لدعم سيناء وتطوير سيناء في كافه المجالات وفي كافه الاتجاهات، من الناحيه التعليميه، من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الاجتماعيه، وايضا من الناحيه السياسيه. لكن النهارده عايزين نتكلم بالتحديد عن التعليم والتعليم في سيناء، وخاصه التعليم الفني. التعليم الفني كان من انواع التعليم اللي ما بيحظاش بالاهتمام الكافي، ما بيحظاش بالقدر الكبير من الاهتمام. حتى احنا كمواطنين كنا دايما او يعني ابائنا بيفضلوا ان احنا نخش الثانوي العام ونبتعد عن التعليم الفني، مع ان التعليم الفني هو الاساس. التعليم الفني هو اللي من خلاله هنقدر نطور الزراعه، نقدر نطور الصناعه وايضا التجاره. اصبح دلوقتي في توجه للاهتمام لهذا النوع من التعليم، لان حسينا ان المستقبل في التعليم الفني. اغلب الدول المتقدمه زي المانيا دوله صناعيه بيهتموا جدا بهذا النوع من التعليم، وعشان كده بدانا ندرك مهم جدا ان احنا نهتم بهذا النوع من المدارس. سيناء بالتحديد اصبح في اهتمام كبير بهذا الجانب وهو التعليم الفني. أصبح هناك مدارس بتقوم بتدريب الشباب والطلاب على كثير من الحرف الهامة جدا من خلال ممارسة بعض الأنشطة وممارسة بعض التدريبات العملية بشكل عملي، بيبدأوا يشتغلوا بإيديهم بحيث أن هم مش بس يتلقنوا بعض المواد الدراسية يعني النظرية، ولكن يكون في تطبيق عملي أيضا لهذه الدراسة. هنتكلم النهاردة عن يعني تطور التعليم الفني في سيناء، وإزاي التعليم الفني وصل لهذا المرحلة أو هذه المرحلة الكبيرة من التطور في سيناء بالتحديد. ضيف اللي بيشرفني في هذه الفقرة هو أستاذ حسن السمنودي، رئيس قطاع التعليم بوسط سيناء. أهلا بك أستاذ حسن، صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. في البداية خليني أسأل حضرتك عن التعليم الفني بشكل عام، ما مدى أهمية التعليم الفني؟ أولا أتقدم بالشكر والاحترام والتقدير لقناة مصر الزراعية. شكرا يا فندم. سواء كان أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا أو مندوب مصر الزراعية في أنحاء جمهورية مصر العربية. شكرا لحضرتك. لو احنا اتكلمنا عن التعليم عامة في سيناء، مش عاوز أقول لك إن مختلف تماما في عن أي مكان في جمهورية مصر العربية هذا العام بالذات. حضرتك انت تعرفي ان احنا دلوقتي بنمر بموضوع العملية الشاملة، وطبعا كانت السنة العام الماضي الاولاد امتحنوا الترم الاولاني فقط، وما امتحنوش الترم الثاني الا بعد يعني ما حضروش المدرسة في بعد ما بقى في استقرار شوية في سيناء، رجعوا تاني استكملوا دراسة. طبعا حضروش المدرسة في خلال الثلاث شهور اللي هو المفروض الترم الثاني، فالظروف الامنيه اللي احنا كلنا نعرفها. طيب كان دور مديريه التربيه والتعليم ايه الاول قبل ما نخش في موضوع التعليم الفني؟ وقبل دور مديريه التربيه والتعليم وايه اللي عملته مديريه التربيه والتعليم من اجل النهضه التعليميه؟ صحيح. احنا على راس مديريه التربيه والتعليم المهندسه ليلى مرتجى. مهندسة ليلى مرتجى دي بنت من أبناء سينا، كانت ممكن تقعد تماما وخلاص، وده قرار يعني من فوق، وكانت تقدر تقعد وانتهى الموضوع وخلاص على كده. لكن الحقيقة المهندسة ليلى مرتجى وكل يشهد لها بهذا الموقف البطولي الموقف المحترم، اتصلت فورا بوزير التربية والتعليم وقالت له طيب المدارس تقفل، احنا عاوزين دلوقتي عندنا طلبه في الثانويه العامه، عندنا طلبه الدبلومات الفنيه. صحيح. اللي هيمتحنوا امتحان رسمي على مستوى الجمهوريه، احنا مش هنعمل امتحان لطلبه الثانويه العامه مختلف عن باقي الجمهوريه. طبعا. وهكذا التعليم الفني مش هنقدر نعمل امتحان مختلف عن الامتحان بيبقى عام على جميع المحافظات. حتى هو صحيح. اسم الامتحان كده اسمه امتحان جمهوريه مصر العربيه. مش في امتحان سيناء ولا امتحان لا. فهي اتكلمت بصفة الأمومة، وهي دي سر نجاح مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء. الحقيقة الإنسان لما يكون بيحب عمله وراضي عليه حتى لو في معوقات، صح، بيقدر يتخطاها، بيقدر يتخطى كل حاجة علشان يوصل للهدف الأسمى اللي هو عايزه. فالحقيقة اتصلت بالسيد وزير التربية والتعليم وشرحت له الموقف تماما، والسيد وزير التعليم يعني الحقيقة
تفهم هذا الموضوع، وقرروا ان يبعتوا اساتذه من وزاره التربيه والتعليم على اعلى مستوى. تمام. وممكن يكون فيهم دكاتره كمان. واتعاوننا مع وزاره الشباب والرياضه لنقل الساده المندوبين بقى نيابه بقى عن الوزير. انا بعتبرهم بقى اللي بعتهم الوزير فيبقوا مندوبين عنه يعني. في نقل هؤلاء الى محافظه شمال سيناء. ومش كده بس، دور الجامعه مع يعني دور التعليم العالي مع التعليم قبل الجامعي كان في منتهى الروعه. كان في تعاون مشترك ودعم للتعليم. ملحمه يا فندم، ملحمه. مش عارف، انا دايما لما بتكلم انا بتكلم من قلبي. ولذلك انا بتكلم عن اللي بشوفه بعيني، ما بتكلمش فلان بيقول لا فلان بعيد، لا لا لا. انا شايف بنفسي هذا الكلام. فكانت ملحمه كبيره من الدكتور حبش النادي اللي هو رئيس جامعه العريش. احنا عندنا جامعتين، جامعه اسمها جامعه العريش وجامعه سينا. جامعه العريش ديت جامعه حكوميه، فخلينا في الجامعه الحكوميه. فكان موقف بطولي من الدكتور حسن، الدكتور حبش الناري، وفتح قاعات مخصوصه للطلاب. عمل قاعه للتعليم الفني وعمل قاعه للتعليم العام، وبدات الاساتذه اللي يزورونا من القاهره يدوا محاضرات، ومع معاونة السادة اللي هم أفضل معلمي شمال سيناء كانوا جايين، ويعني ممكن يقعدوا في البيوت. راحوا قدموا أسمائهم للسيدة المهندسة وكيلة وزارة التربية والتعليم للمشاركة في هذا العمل القومي. احنا كنا بنعتبره عمل قومي. صحيح. والحقيقة عدت السنة اللي فاتت بالرغم من الظروف القاسية اللي مرت بها اهالي سيناء عامه والظروف الامنيه، وهم الحقيقه اهل سيناء بيتفهموا كل الظروف دي لاسباب كتير، لان هو حاجه من الاثنين، لا اما تعيش لا اما تسيب بلدك بقى للارهاب وبتاع والكلام انت خلف. فاحنا كنا متفاهمين كويس قوي ان الدوله وان العسكري اللي واقف ده وان الجندي اللي واقف ده وان الضابط اللي واقف ده اخويا وجاي مخصوص طبعاً. علشان يعني زي ما الرئيس السيسي بيقول، هو بياخد الرصاصه نيابه عننا. فكانت ملحمه عظيمه 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 جدا. وطبعا بدا امتحان الثانويه العامه، وبدات الاول امتحانات التعليم الفني. والحمد لله الحمد لله اجتازت المديريه مع السيد اللواء المحافظ السابق مع مديريه التربيه والتعليم مع جهاز الامن كل الصعوبات، وكسروا كل القواعد. يعني قدرتوا تتخطوا الفتره اللي كان في يعني ولا حصلت عمليه ارهابيه واحده. ساعتها يعني الاوضاع الامنيه كانت مستقره في هذا التوقيت، ما كانتش مستقره بالطريقه اللي هي قوي، ولكن احنا تحدينا الظروف. صحيح. يعني زي ما بيقول الرئيس السيسي، قابلنا التحدي للتحدي نفسه. والحمد لله الحمد لله نحمد الله. ان تجي بقى السنه دي بقى يا فندم بقى، ايه الجديد بقى السنه دي؟ السنه دي بقى فرحه الناس بالعام الدراسي الجديد. ما انا بقول لك اختلفنا في شمال سيناء عن اي مكان تاني. الاستقبال للعام الدراسي الجديد كان مختلف من اهالي طبعا سيناء. طبعا يا فندم، مش الاهالي بس، المعلمين، الطلبه، الجهات الامنيه نفسها فرحانه ومبسوطه كده لما تلاقي الطفل الصغير طالع وماشي وراكب الباص وبتاع وراح مدرسته. كانت ملحمه جميله 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 انت ما تقدريش تتخيليها. انا بحاول اوصفها للساده المشاهدين، لان الساده المشاهدين خارج سينا ما يعرفوش الحاجات دي خالص. صحيح. يعني لو مؤاخذه، انا لو خرجت عن الموضوع ثانيه واحده وقلت مثلا ان هنا الناس مثلا زعلانه عشان مثلا كيلو السمك زاد 5 جنيه، لا تعالى عندنا بقى وشوف قد ايه الخمسة جنيه دي ملهاش معنى في سبيل الامن والامان. واكيد يا استاذ حسن الواقع اللي انتم بتعيشوه في سيناء غير برضو الصوره اللي بتنقل للناس اللي بتعيش خارج سيناء. اكيد الواقع على الطبيعه بيكون مختلف الموضوع، سواء في ظروف فيها نوع من الاستقرار، سواء في ظروف من الناحيه الامنيه غير مستقره. انتوا اللي بتبقوا عايشين ده وانتوا اللي بتبقوا مدركين اكتر للوضع عندكم شكله ايه. ما عشان كده يا استاذ انا بقول للناس
بقول للناس ان انتوا عايشين في احلى ايام واعظم ايام بتشوفوها في حياتكم. ازاي؟ وبتقول ازاي الكلام ده يا استاذ حسن؟ ده الزيت بكذا والطماطم بكذا والبتاع بكذا في معاناه شويه من والمعاناه الناحيه الاقتصاديه والبتاع والكلام من ما يسووش ليله واحده وابنك عايش في رعب. صحيح، ليله واحده صحيح ما يسووش. طب ما انا هقول لك على حاجه، يعني احنا مش عاوزين يعني زي ما بيقولوا رئيس السيسي، مش عاوزين نقعد نمثل ونقعد نقول ده الدول العربيه والدول مش عارف ايه والدول اللي حوالينا والدول الكلام. احنا بندي مثل بس عشان الناس تتذكر ان احنا في نعيم. نعيم يعني هو صحيح الحياه غاليه، هم عارفين، الحكومه عارفه ان الحياه غاليه، الدولة نفسها كلها وهي بتدرس كل حاجة عارفة ان الحياة غالية. واعتقد استاذ حسن ان احنا دلوقتي كشباب بقى عندنا شوية وعي ومدركين فكرة ان احنا بنمر بظروف اقتصادية صعبة، في شوية غلاء في الأسعار، في حاجات بقينا مش لاقيينها زي الأول، ولكن ده مقابل ان احنا نعيش في أمان وسلام. احنا بنتحارب من جهات كتيرة جدا من داخل البلد ومن بره البلد، وعشان كده لازم يكون في استقرار ولازم الشعب يتعاون مع الدولة عشان نحقق هذا الاستقرار. جزئية مهمة حابة أسأل حضرتك عنها خاصة بالتعليم الفني. المدارس في سيناء الخاصة بالتعليم الفني ما بيهتموش بس بتعليم الطلاب المواد الدراسية بشكل نظري، بيهتموا كمان بالجانب العملي. ازاي ده بيتحقق؟ بيقدموا ايه للطلاب هناك عشان يمارسوا العمل بدري؟ احنا عندنا يا استاذة، احنا عندنا الجبل بتاعنا ده طبيعة طبيعة لوحده. يعني احنا عندنا في وسط سيناء، بقى نتكلم بقى عن وسط سيناء بتاعتنا احنا، بقى احنا عندنا مدرستين، ثلاث مدارس، مدرسة ثانوية فنية قسم تبريد وتكييف، وعندنا مدرسة ثانوية فنية قسم كهرباء، وعندنا مدرسة تجارية. دول الثلاثة دول تعليم فني. تمام. عندنا مدير الإدارة اللي هو الأستاذ عواد الخليج، الحقيقة راجل محترم وراجل مؤدب وشاب من ضمن شباب مصر الواعيين الحقيقة. الراجل ده بيشتغل لصالح العملية التعليمية ليل ونهار الحقيقة. يعني احنا عندنا مساحات واسعة جدا يا أستاذة مها. يعني مش عاوز أقول لك مدير إدارة التعليم في أو رئيس مركز ومدينة الحسنة اللي احنا فيها دي يعني قد قطر 10 مرات. احنا عندنا بين المدرسة والمدرسة ما تقلش عن 120 كيلو، مسافات طويلة جدا، 120 كيلو، وناس عايشه وبتاع وكلام من ده، ومودي المدرس يعني يعني لحضن الجبل. يعني مش الجبل، لا لحضن الجبل، بيبات في حضن الجبل. يعني المشكله كمان اعتقد مش بس بعد المسافه، كمان وسيله الانتقال، يعني دي في حد ذاتها بتبقى صعوبه جدا. ولذلك اهالي وسط سيناء، بس الاول اجاوب على موضوع التعليم الفني علشان ما نروحش بعيد. احنا عندنا جبال، عندنا حته اسمها منجم فحم المغاره. الطالب لو شاف الخامه وشاف الارض بتطلع ايه والجبل بيطلع ايه، دي لوحده يعني دي لوحدها كده كفايه. لو جه بص للرخام اللي موجود في الجبل وطلع الرخامه وعرف الثروات الطبيعيه اللي موجوده عنده مش محتاجه. ولذلك احنا عملنا مصنع كبير للرخام مع القوات المسلحه. وان شاء الله باذن الله اولادنا باذن الله من غير وقطع ان شاء الله هيتعمل لهم برامج لزياره المصانع ديت، وهيشتغلوا بايديهم. صحيح. وهينتجوا بايديهم. ديت يعني حاجات، خامات طبيعيه جميله موجوده فين؟ موجوده في وسط الجبل. خصوصا يا استاذ حسن يعني خريج المدارس الفنيه بيبقى عايز يتخرج من المدرسه يلاقي فرصه عمل. يعني بيبقى عايز يلاقي حاجه في المجال اللي درسه، في المجال اللي هو حابب يشتغل فيه بايديه، وده الشيء المهم ان احنا نوفر كمان فرص العمل بحيث الشباب دول يطلعوا من المدرسه يلاقوا العمل موجود، ما يقعدوش في بيوتهم منتظرين بقى الفرصه او يحاولوا يدوروا على عمل اخر، يبقى في كده نوع من الاستقرار المهني شويه. واحنا العدد عندنا يعني ميزه وسط سيناء بالرغم المساحات الشائعه اللي انا بقول لك عليها ديت والواسعه ديت كلها، الا ان عدد السكان محدود شوي. محدود. وانا كنت سعيد معاكي في حلقه سابقه وقلت لك ان احنا نعرف بعض. يعني ميزه المكان اللي احنا فيه بالرغم المساحات وبالرغم المدرسه بين المدرسه والمدرسه 120 كيلو وبتاع، ان تلاقي رئيس المدينه الاسر هو بتبقى عارفه بعض والعائلات وهو واقف بيقعد مع الناس ويتكلم مع الناس عادي جدا. ما عندناش البروتوكولات
اللي موجودة هنا ده السيد اللواء فلان الفلاني طالع أو السيد رئيس المدينة مش لا إحنا عندنا ناس متواضعة لسبب بسيط. هو راجل بيخرج بعربيته يلاقي في ثلاثة أربعة واقفين بره، أنتوا بتعملوا إيه؟ والله مشكلتنا في المية، مشكلتنا في كذا، مشكلتنا في كذا. يعني الراجل رئيس مركز ومدينة الحسنة ده أنا بصراحة يعني بشكره. ليه بقى؟ الراجل ده بيقدم كل العون لأهالي وسط سيناء سواء في التعليم، يعني هقول لك على حاجة التعليم التمريض مثلا، يعني إحنا كنا عاملين مدرسة تمريض في الحسنة للظروف اللي ما عندناش في مدرسة الحسنة في إدارة الحسنة واحد بتاع مستشفى فاضطرينا إن إحنا نوديها في مركز نخل. مركز نخل ده بيبعد عن الحسنة 60 كيلو مسافة برضه. عمل إيه بقى رئيس المدينة ده مثلا؟ ما أنا لازم الناس دي تتذكر لسبب طبعا. مش عشان الإعلانات ولا عشان الفخامة ولا عشان الوجاهة ولا عشان الكلام من ده، لا الناس دي بتشتغل ليل ونهار، يجب صحيح. إن واحد زي حالتي يعني يشير ليهم، يعني من حقهم من حقهم صحيح. علينا طبعا. خدت بال سيادتك؟ السيد رئيس المدينة لقى كام بنت كده واقفين في 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 مكان كده في الموقف، يعني عندناش احنا مواصلات لنخل دي نهائي. بتعملوا ايه يا بنات؟ زي ما بقول لك كده بالظبط، يعني بتعملوا ايه يا بنات؟ احنا بننتظر عربيه مأجرينها بتاخد الطالبه بحوالي 40 جنيه من المكان ده توديهم نخل كل يوم وتجيبهم. 40 جنيه، طب ولي الامر الغلبان ده يعمل اللي قاعد إيه؟ في وسط سيناء اللي الدوله بتدي له الدقيق وبتدي له السكر وبتدي له الحاجات دي، هيدفع 40 جنيه منين يا استاذه؟ فالراجل في ثانيه قال لهم 40 جنيه؟ قال لهم طيب روحوا النهارده بس وانا بكره ان شاء الله باذن الله هتلاقوا اتوبيس هنا اهو في المكان ده اهو الساعه 7 ب 20 جنيه بس. الاتوبيس ده انا هطلعه من مجلس المدينه، مش عايز منه غير الوقود بس، ثمن الوقود بس او اقل من ثمن الوقود كمان. وفعلا جمع البنات حوالي 25 بنت بيروحوا، جمع البنات والبنت تركب الصبح تحت اشراف رئيس المدينه بنفسه يركبهم ويوصلهم لغاية المدرسة ويستأن الأتوبيس جوه المدرسة بتاع التمريض الساعة 2 يجيبهم ويجي، وكل بنت تبات في وسط أهلها. ده شرف للراجل ده ولا لأ؟ صحيح طبعا. يبقى إحنا من حقنا إن إحنا نذكره ولا ده دي حاجة واحدة من اللي هي بتتعمل. طبعا احنا بنوجه تحيه وتقدير لكل شخص بيحاول ان هو يساهم في تطوير منطقه وسط سيناء، لان الحقيقه فيها موارد كتير طبيعيه وفيها امكانيات كتيره جدا، ولكن هناك صعوبه في بعض الاشياء، منها وسيله المواصلات الانتقالات، وزي ما حضرتك بتقول العدد محدود ولكن الخدمات ممكن تكون قليله محتاجه مزيد من التطوير. شوفي هي المشكله في ان الحسنه دي متشعبه جدا. فايه اللي بيعمله المحافظ؟ المحافظ بيطلع لك اتوبيسات توديكي البلاد الرئيسيه، يعني مثلا من العريش، من العريش الاتوبيس بيطلع الصبح باجر رمزي 13 جنيه حوالي 120 كيلو لغايه الحسنه. طيب في اتوبيس ثاني بيطلع لحته اسمها وادي العمر تبع الحسنه، في اتوبيس ثالث بيطلع للقسيمه الحسنه. بس علشان الانضباط بقى في التعليم زي ما انت بتقولي كده، الاتوبيس بيروح يوم السبت ويجي ياخدهم يوم الخميس. لان احنا لو سيبنا الاتوبيس يروح كل يوم ويجي الناس هتوصل في الاتوبيس تشرب كوبايه شاي ويقعدوا مع الطلبه ربع ساعه ولا نص ساعه ويركعوا تاني الاتوبيس ويروحوا. لا احنا منعنا الموضوع ده مش علشان الهدف، لا احنا عشان يبقى في انتظام للعمليه التعليميه هدفنا كل التعليم. صحيح. انت يا راجل مميز عندنا في ميزه انا عاوز اقول لك عليها برضه ودي مش موجوده في جمهوريه مصر العربيه. احنا عندنا شغلنا 15 يوم يا استاذه، 15 يوم في المكان اللي احنا فيه عشان ظروف الجبل. فالراجل حتى لو جاب لمؤاخذه العيش وهو جاي والجبنه والبتاع والكلام من ده وجه وقعد ال 15 يوم، هيروح 15 يوم هيعيش حياته تاني الطبيعيه وتمام التمام. صحيح. اذا احنا بنديله سياده المحافظ بيديله 15 يوم مش عشان يجي يلعب او عشان يضيع فيهم الوقت. ده وبياخدوا عليهم اجر كامل نظرا لظروف معينه، ظروف بيئيه معينه. ظروف معينه. طيب طبعا. البدو بقى بيعملوا معانا ايه بقى؟ احنا انا كنت الاسبوع اللي فات في عمق 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 الجبل كان بينه وبين اسرائيل ما فيش 5 كيلو. يعني تخيلي الموضوع ده، انا والسيد رئيس مدير الاداره وقاده القوات المسلحه اللي انا بصراحه يعني من هنا من هذا المكان بشكرهم، لان ما حدش يحس بالناس دي الا احنا.
ويعرفوا المجهود الكبير اللي بيبذلوه الناس طبعا. قادة قوات مسلحة يجيب لك عربية ويمشي معاكي عشان الألغام، عشان 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 أي حاجة زي التأمينية كده، عملية تأمينية، ويوصلك في وسط الجبل وتوصلي لهذا المكان وتقعدي مع الناس وبتاع. طيب الكلام ده مش هيحصل كل يوم. طيب الحل بقى الحل ان في بلاد رئيسيه، يعني مثلا قريه معروفه، مثلا معروفه ان الاتوبيس بتاع الحكومه هيجيب الناس دي لغايه القريه دي. انتوا يا اهل البدو بقى تعملوا ايه بقى؟ تجيبوا لنا عربيه توصل المدرسين ده الاماكن دي. فاحنا اتفقنا مع رئيس المدينه، مع قاده القوات المسلحه، مع العمليه التعليميه، بان المدرسين دول هيبقوا في هذا المكان، والاتوبيس وهم بقى هينقلوهم من هذا المكان لاولادهم هناك. وهيقعدوا الاسبوع كامل مثلا، او العشر ايام او الخمستاشر يوم المقرر لهم حسب الجدول بتاعهم. وهم مروحين ياخدوا الناس دي يوصلوهم لهذا المكان الاتوبيس، ويجيبوا الناس الدفعه الثانيه لفين؟ في ده. فده يعني ايه؟ الناس متعاونه. انا بقول لك احنا عندنا في سيناء الناس بتحب التعليم جدا، وغير زمان حقيقة. يعني احنا كنا بنسمع زمان ان البدو مش عارف ايه وايه، لا دلوقتي المنظور اتغير خالص طبعا. بقى في تحضر، بقى في يعني رغبة في مزيد من الثقافة والتطور، وان المجتمع يكون اكتر تحضرا يعني. ويمكن زمان برضو ما كانش في توجه لتعليم الفتيات زي دلوقتي. دلوقتي بقت الاسر والاهالي حتى البدو بيهتموا ان هم يعلموا الفتيات مش بس الشباب. والله نفسي تجيبي كمرتك وتجي لنا الجبل، سيبك من العريش. العريش دي مدينه زي مدينه المنصوره، زي صحيح. مدينه صحيح. زي اي مدينه. لكن المنطقه اللي احنا فيها يا فندم ديت او يعني مناطق وعره. يعني ولذلك المحافظ بيدي لنا 15 يوم، مش عشان مش عشان ان احنا نغيب ويعني او احنا نظرا للظروف البيئيه اللي بتعيش فيها، لظروف ما فيش مثلا صحيح. فرن ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش مثلا يعني الكلام من ده. والله الدولة دي بتصرف فلوس على يعني انا يعني لو انا بعدت عن الموضوع ده دقيقة كده، اصل الكلام شيق عن وسط سيناء بصراحة يعني. والتعليم وكده. يعني الاسبوع اللي فات كنا بنفتتح 30 وحدة سكنية على اعلى مستوى. فيها شوفي العفش جاي من دمياط، مش عاوز اقول لك الكلام ده. يعني عفش جميل جدا. ده تحت اشراف القوات المسلحه للمساكن اللي تم تنفيذها. هي القوات المسلحه مع هي اللي نفذتها. مع بقى مين؟ مع مصر الخير او بعض المؤسسات. بعض المؤسسات نعم. يعني المؤسسات هي اللي جايبه العفش الداخلي. تمام. تخيلي ان انت هتستلمي شقه مساحتها مساحه محترمه، ولها حوش كبير، ولها ثلاث غرف، ولها اثنين حمام، عشان حمام للحريم وحمام للرجال، وفيها صالتين. صاله للرجال للاستقبال، وصاله لل اكيد شيء بيسعد اسر كتيره جدا. ومليانه في عفش بالثلاجه، بتلفزيون زي الكبير اللي قدامي ده، شوف ده كان بوصله بكل المستلزمات اللي بيحتاجها طبعا اي بيت، وكل حاجه. وجنب منهم مدرسه لازق بقى فيهم بقى مدرسه على اعلى مستوى، اللي بنيها القوات المسلحه السنه اللي فاتت. صحيح. وعامله لهم استراحه المدرسين على اعلى مستوى. ده عشان ايه؟ علشان الناس دي يعني بصراحه هم يستحقوا. صحيح. لان الناس ديت بصراحه اتظلمت كتير. والناس ديت واقفه مع الدوله ضد الارهاب، وبيضحوا بيموت منهم ناس كتير علشان كده يعني. طبعا استاذ حسن، يعني احنا بنتمنى لكل الاهالي في وسط سيناء وفي سيناء بشكل عام، وايضا كل العاملين في قطاع التعليم بوسط سيناء، بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنتمنى ان يكون في مزيد من التطوير لوسط سيناء، مزيد من النظره الصائبه جدا للتطوير في هذه المناطق، لان هم فعلا محتاجين مرافق كتيره جدا، ومحتاجين وسائل مواصلات. احنا عارفين الدوله بتحاول تبذل اقصى ما في وسعها عشان تطور من هذه المناطق النائيه، ولكن عندنا امل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وان التعاون اللي موجود بين اهالي وسط سيناء وبين الدوله بمؤسساتها ان شاء الله هيثمر بكثير من الثمار الناجحه في الفتره القادمه، وهيكون في تطوير اكبر واكبر، واهتمام اكتر بالتعليم وتحديدا التعليم الفني. انا بشكر حضرتك جزيلا استاذ حسن. اتفضل يا فندم، ولكن استسمحك سريعا جدا. لا هي ثانيه واحده. احنا كل مره بنشكر الساده والساده والساده. انا النهارده بشكر الجماعه اهالي وسط سيناء. صحيح. البدو والناس اللي موجودين ومرابطين وصامدين
وبيساعدوا الدولة في حاجات كتير. أنا من هنا من مكاني هنا بشكرهم. نعم. شاكرين جدا. شكرا لك يا فندم. وإحنا طبعا بنشكرهم جزيل الشكر على هذا التعاون وعلى تحملهم لكثير من الصعاب والعقبات اللي بيواجهوها. شكرا لحضرتك كأستاذ حسن السمنودي رئيس قطاع التعليم بوسط سيناء. شكرا لك فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل نعود مع حضراتكم من جديد وتاني فقرة في حلقتنا النهاردة. انتظرونا.